مدخل الفوار الآن. لا صلاة على النبي. قوة صواعق وأمطار غزيرة. مدخل الفوار الآن. يا صلاة على النبي. والله بوقف هنا عاد فيها مجال. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طريق الفوار الآن. يا صلاة عليك. قصير يا أنصر الصعب. مطر وبرد وصواعق تخوف. اقسم بالله تخوف. سمعتوا؟ لا اله الا الله. بنزل ابى انزل. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله. الفوارة الان مدخل الفوارة. مطر وبرد وصواعق. يا صلاتي على النبي. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن. تساقط حبات البرد أرسل الفوار. صواعق عنيفة. اللهم صل على محمد. تصوير يا ترى صاعد. شوف البرد كيف. ما شاء الله كريم. ما شاء الله كريم. يا ما شاء الله. يا صلاة على النبي. خلي برد كذا. شوف البرد وصل عندي. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تسمعون الصوت؟ تشوفون المنظر؟ شوفون منظر البرد كيف؟ السيارة لم هذه ندخل فوارة. ما شاء الله تبارك الرحمن. كيفين الجو؟ شوفوا البرد. شوفوا البرد. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما زال تساقط حبات البرد تستمر الآن في مدخل فوارة شمال شرق مكة المكرمة. يا صلاة الصالح. الله يا جو. لا اله الا الله. برد ما تركت من البرد يا ابني. ما توقعت زي كذا. شوف كيف الجو. لا اله الا الله. مسعود على اذان المغرب الان. غزارة امطار وبرد وخيرات يا ربي لك الحمد. وزي ما انتم شايفين الصواعق ما ترسل. ما شاء الله تطور. اتجاه السد يساري دخلت عين شمس اللي عند الصوامع. الان متجه لسد وادي فاطمة ومتجه للخيف ان شاء الله. وهذه السحابة. الان وصلت السد. ما شاء الله السحابة زي ما هي ترش. يا ربي لك الحمد. الله تبارك الرحمن. عند سد وادي فاطمة وبدت السحابة تشتد هنا في المنطقة هذه. لا اله الا الله. شفت الصواعق؟ صواعق عنيفة مع السحابة.